مساء الخير. عندما يرحل عنك أي شخص بهيدي الطريقة اللي رح نحكي عنها اليوم، فتأكد إنه بحبك بصدق وأيضا متعلق بك إلى أقصى الحدود. حكينا كتير بحلقات سابقة عن الحالات اللي بتكون أنت فيها مظلوم، أو الطرف اللي عم تتعرض للتجاهل أو الرفض أو لأي نوع من أنواع المعاملة السيئة. ودايما كنت أعطي طرق نفسية وخطوات للتعامل لما تكون أنت الطرف المظلوم بالعلاقة، ولكن اليوم الحلقة مختلفة كليا. اليوم عم نحكي للأسف لما تكون أنت الشخص الظالم، وبالتالي رحل عندك أو رحيل هيدا الشخص كان نتيجة لتصرفات معينة أنت قمت بها تجاه الشخص الذي رحل عنك. واليوم رح أحكي شو عملت أو شو هي التصرفات اللي أنت عملتها واللي دفعت هذا الشخص أنه يرحل عنك بالرغم من حبه الشديد بك، ورح أحكي عن طريقة التعامل مع هالحالة وكيف تصلح علاقتك بالشخص اللي رحل عنك لأنك أنت كنت السبب برحيله. أولاً، قد نرحل عن الشخص أحياناً مش لأنه بطلنا نحبه، ولا لأنه فكينا التعلق به، ولا لأنه فقدنا الرغبة بالبقاء معه. بالعكس، قد يكون الحب والتعلق والرغبة بالبقاء تجاه أو مع هيدا الشخص بعد موجودة بدرجة كتير كبيرة بقلبنا، وبالرغم من هيك منقرر الرحيل. ليه؟ لأنه طوال هيدي الفترة نحن ومعه كنا عم نفتش على سبب واحد للبقاء، ولكن للأسف هيدا الشخص ما كان عم يعطينا أمل ولا 1% لحتى نبقى. لهالسبب رحلنا عنه، وهيك حصل مع الشخص اللي رحل عنك، إنك ما كنت عم تعطيه أي أمل، أي وعد بالمستقبل، أي فرصة أو حتى أي تلميح إنك ممكن تستمر بعلاقة واضحة وجدية معه. فهيدا الشخص بعد محاولات عديدة وبعد فترة معينة، طبعا مش من بداية التعارف بتحصل هيدي الشغلة، هيدا الشخص حاول معك لفترة معينة ووجد إنك ما عم تعطي أي أمل ولا 1% باستمرارية العلاقة، خاصة إذا كانت علاقة حب، مش عم تعطيه أي وعود بالحب أو بالارتباط أو بأي نوع من أنواع العلاقة اللي كان هيدا الشخص عم يبذل مجهود معك لحتى يوصل لإله. وبالتالي هيدا الشخص رحل عنك لأنه وجد أنه كل المجهود اللي عم يبذله راح على الفاضي، على الرغم أنه هو بعده متعلق بك وبعده عنده رغبة ضمنية بالبقاء معك. كيف يعني؟ رح أعطي مثال. يعني بكل بساطة، لربما أنت بالفعل كان عندك تعلق بالشخص الآخر، ولكن كنت عندك إما صراع أو حاسس حالك ضامنه، أو حاسس إنك لأنه بحبك أو اكتشفت إنه هالشخص بحبك حسيت حالك إنك قادر تتصرف معه بكل رياحة، وإنك تثير غيرته أحياناً، وإنك ترفضه. وبالتالي أنت إذا بالفعل كان عندك شيء بقلبك تجاه هيدا الشخص، فهون لما يرحل عنك صدقني رح تحس بالندم، الندم الشديد. رح تصير تقول طيب أنا كيف بدي راجعه؟ أنا كيف بدي أصلح العلاقة؟ واليوم رح خبركن كيف بتصلحوا علاقتكم مع هيدا الشخص. حكينا بحلقات سابقة عن علم النفس العكسي. علم النفس العكسي واللي هو بمعنى إذا شخص بعد عنك أو تجاهلك أو رحل عنك، خاصة إذا ما كنت أنت غلطان بحقه، فطبق معه حيلة علم النفس العكسي. يعني ما تترجى له يرجع، ما تبعت له أي رسائل، ولا حتى تظهر له أنك متعلق فيه أو متمسك فيه، بل على العكس بيّن له أنه عراحتك، الله يوفقك، الله يسعدك. وحكينا كتير عن هيدا الموضوع، بمعنى هي جاذبية أو الجاذبية العكسية. يعني لما شخص يرفضك انت ايضا قابله بنفس الرفض، وبالتالي هو رح يرجع يقرب. هيدا هو علم النفس العكسي. ولكن
اليوم لهالسبب أنا دايما بقول علم النفس من أكثر العلوم فيها دقة وفيها تفاصيل، أحيانا بتفصيل صغير أو بسلوك أو بحالة معينة ما فينا نستعمل كل الحالات النفسية على كل الأشخاص ولا على كل الحالات والعلاقات اللي بتكون معنا. بهالحالة تحديدا، بحالة الشخص اللي رحل عنك لأنك أنت أخطأت بحقه، ما بدنا نستعمل علم النفس العكسي أبدا، ولا بدنا نستعمل التجاهل المضاد، ولا الله يوفقك، ولا الله يبعث لك. لا، إذا كان بالفعل أنت عندك ندم وحسيت أنه أنت السبب بأنه هيدا الشخص أخذ القرار بالرحيل عنك، فلازم أنك ترجع تشجعه بطريقة ما تبين انك عم بتزل حالك لانه مش منيحة بحقك ابدا، ولا انك عم تترجى لان ايضا مش منيحة، ولكن انك تشجعه بمعنى انك تبدأ مثلا تتفاعل مع منشوراته، انك تدخل على الستوريز لإله، انك تحاول تراسله بين وقت والتاني او تطلب اللقاء به، بدك تحاول ترجع تعيده كصديق وتعطيه الأمان، لأن هالشخص فقد الأمان معك وفقد الأمل منك، ولكن بعده عم برد على رسائلك، لأنه إذا ما رد على رسالتك أو على اتصالك فالأفضل إنك ما تتصل فيه ترجع إلا لبعد فترة، يعني أسبوع أسبوعين كحد أقصى. إذا أيضا بعدت له وما رد فمش لازم تبعت أبدا، أما إذا بعدت له ورد عليك بدي منك باتصالك أو بمراسلتك معه إنك تبين له إنه في أمل، أو تعطيه شعاع من الأمل إنه أنت ممكن ترجع تحقق له طلباته أو غاياته من العلاقة اللي هو طلبها منك، مش لأنك عم بتضحي أو عم تتنازل، لا، لأنه أنت بالفعل هو طلب منك إنه يكون بعلاقة حب أو زواج أو صداقة، وأنت بالفعل رفضت مسبقا، فهون لازم أنت تعطيه أمل إذا بالفعل أنت حابب، أما إذا مش حابب فبحذرك هون، لأن هيدا بصير اسمه تلاعب نفسي. أما إذا هون رفضك فمعناها هيدا الشخص ما بده، قرر بالفعل هو فك التعلق. أما إذا عنده بعد تعلق وبادرت أنت بأي شيء بالقبول أو أعطيته أي أمل، فصدقني هيدا الشخص راح يرجع معك أفضل من قبل بكثير أيضاً.